انت من اللعيبه المميزه، لكن للاسف الفتره الاخيره غبت شويه كده الاصابه. طمنا الاول عليك قبل ما نتكلم على النادي الاهلي ورؤيتك ايه حتى للدوري، كلمنا اخبارك ايه دلوقتي الحمد لله. يعني انا عملت العمليه ده كان انهي مباراه اتعورت؟ كنا في دوري ابطال افريقيا مع المقاصه في السنغال، وحصلت لي هناك في السنغال، ويمكن الحمد لله رجعت يعني، بس طبعا اخذت وقت عبال ما رجعت وكده. الحمد لله انا موجود دلوقتي بشكل جيد، والامور دلوقتي احسن بكتير من الاول يعني. الحمد لله. عايزك تكلمني عن تجربتك النهارده في مصر المقاصة، بالرغم طبعا الإصابة يعني، وانت تعرضت لقطع في رباط الصليبي، بس مزبوط. بعد كده رجعت بسرعة، رجعت للتشكيل الأساسي. قول لي الفترة ديت ونجاحها وبالنسبة لك إيه؟ يعني طبعا فترة صعبة جدا، يعني أسوأ فترة على لعيب الكورة الإصابة. يعني بالنسبة للاعب الكورة أوحش حاجة، أوحش حاجة ليه الإصابة. بس الحمد لله يعني هي دي جزء من كرة القدم، الإصابة تبقى موجودة، لكن الحمد لله أنا قدرت إن أنا أرجع بشكل كويس، ويمكن شاركت في عدد من المباريات كتير. والحمد لله يعني أنا دلوقتي شغال على نفسي بشكل أفضل بكتير من الأول، وأتمنى إن شاء الله إن الأمور تبقى أحسن الفترة الجاية. شغال بتعمل إيه؟ يعني يعني في برايفت كوتش بتمرن معاه حاجات خاصه بالاربطه والكلام ده كله، يعني مستني بنفس الحمد لله الحاجات اللي بتساعد دلوقتي كابتن هاني. ده مهم. ده مهم مصطفى، يعني لان الاصابه الرباط الصليبي عايزه متابعه كويسه قوي، تقويه طبعا العضله الاماميه، ده شيء اساسي. الاربطه، وانت كمان مميز جدا.